عادت كافان إلى مقاعد الدراسة بعد أن تركتها مجبرة بسبب زواجها المبكر. طموحها منحها الإصرار لمواجهة كل التحديات التي تعيق حقها في الحصول على التعليم. أنا تزوجت وأنا عمري 15 سنة، طبعاً تارك الدراسة من الصف السادس الابتدائي بسبب ظروف المادية للعائلة وسبب أنه ماكو أي دعم من العائلة. وبديت بعدها بكم سنة تقريباً 25 سنة بديت أدرس للثالث المتوسط وقدمت الثالث المتوسط والحمد لله وشكر طلعت بها بمعدل 75 وقتها، وبعدين قدمت على السادس الإعدادي درست بالبيت فت سنتين ثلاثة مرت اللغة قدمت على السادس والحمد لله وشكر. الآن أني سنة ثانية اللغة إنجليزي علوم إنسانية طبعاً. شبكة النساء العراقيات وجمعية الأمل العراقية وبدعم من منظمة أوكسفام الدولية المعنية بالمساواة نظمت فعاليات في كركوك للتثقيف بشأن حق الفتيات بالتعلم. من اللواتي أجبرن ترك مقاعد الدراسة بسبب الزواج، الحاضرون أشاروا إلى أن نسب ترك النساء لمقاعد الدراسة بسبب الزواج المبكر عالية في العراق. مشكلة تسرب بالريف هائلة جدا، تصل النسبة إلى فوق 50% في عدد من المحافظات، توصل إلى 60% في بعض المحافظات العراقية. هذه قضية خطيرة، أنه إحنا إذا نريد نقول أنه زواج القاصرات، تعليم الفتيات هي مستقبل الأجيال القادمة، هل مستقبل العراق القادم يكون بجهل وبأيضا عنف مستمر؟ مركز القدوة المختلط لمحو الأمية أقام مهرجانا لتعزيز الوعي بأهمية التعلم وحث الدارسين المنقطعين عن الدراسة على مواصلة التعلم. المهرجان عرض قصص نجاح لمتعلمين تمكنوا من مواجهة التحديات والمصاعب والتغلب على الأمية. لدينا 200 مركز محو الأمية لتعليم الكبار، طبعا هذا بين للإناث والذكور، وأيضا لدينا 16 مركز مجتمعي. إلى الآن خرجنا دفعات بال115,000 طبعا من هذه العشر سنوات يعني. ويعاني العراق من تزايد نسب العنف ضد الفتيات بمختلف صنوفه، في حين يطالب الناشطون المهتمون بحقوق المرأة بتفعيل القوانين التي تحمي النساء وتصون حقوقهن في التعليم والعمل. لا أكثر من 200 حالة خلال هذا العام وردتنا عن طريق الخط الساخن، وهذا بمجمل الشرطة عمل الشرطة المجتمعية، سواء كانت قضايا تتعلق بالعنف الأسري أو بقضايا التحرش أو بقضايا معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني. وتضم كركوك 16 مركزا لتعليم المهن والحرف اليدوية ترعاها منظمات محلية ودولية مخصصة لدعم النساء. أصوات الناشطين والمدافعين عن حقوق المرأة تعلو مطالبهم بتفعيل القوانين التي تصون حقوق النساء في مقابل تزايد مقلق لنسب جرائم العنف الذي تتعرض له المرأة في العراق. سعد السلطان، الحرة، كركوك.